بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. درس الزوايا المكونة من متوازيين وقاطع، الحصة الثانية من هذا الدرس. وقفنا في الحصة الماضية عند التمرين التطبيقي الذي شكله أمامك. عندنا ABC مثلث و E و F نقطتان تنتميان إلى المستقيم دلتا الموازي لBC. ثم طلبت منك أن تبرهن بأن قياس الزاوية EAC أي قياس هذه الزاوية يساوي قياس الزاوية ACB. ثم طلبت منك أن تبرهن أن قياس الزاوية FAB أي هذه الزاوية يساوي قياس الزاوية ABC أي هذه الزاوية. يلا بداية ستتذكر الخاصية التي رأيناها في الحصة الأولى من هذا الدرس أي الحصة السابقة. ماذا قلنا في هذه الخاصية؟ إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان، يلا أتمم هذه الخاصية. نعم، إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فإنهما يحددان على كل قاطع لهما ماذا؟ نعم، فإنهما يحددان على كل قاطع لهما زاويتين متبادلتين داخليا. كيف هما؟ نعم، متقايستين. يلا نعيد معا هذه الخاصية. إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فإنهما يحددان على كل قاطع لهما زاويتين متبادلتين داخليا متقايستين. يلا اعطني في هذا الشكل زاويتين متبادلتين داخليا. نعم، عندنا هذه الحالة الأولى EAC. EAC غادي نوضع عليها واحد العلامة، هي باللون الأحمر EAC. وماذا؟ نعم، ACB هذه الزاوية، هما زاويتان متبادلتان داخليا ومكونتان من ماذا؟ نعم، مكونتان من متوازيين وقاطع لهما. ها هما المتوازيان BC ودلتا. إذن هما كيف ستكونان؟ نعم، إذن هما متقايستان. إذن غادي نوضعو نفس علامة التقايس، قياس الزاوية EAC يساوي قياس الزاوية ACB، والسبب لأنهما زاويتان متبادلتان داخليا ومحددتان بمتوازيين وقاطع لهما. القاطع هنا هو ماذا؟ نعم، القاطع هو المستقيم AC. القاطع هو المستقيم AC، يمكن لنا نشأه ها هو بنفس اللون الأخضر. يلا هناك حالة أخرى لزاويتين متبادلتين داخليا. نمشي للحالة التي نريد، انظر إلى الزاوية FAB والزاوية ABC. FAB وABC ماذا يمكن أن تقول عنهما؟ فعلا هما زاويتان متبادلتان داخليا ومكونتان من متوازيين اللي هما دلتا وبسي وقاطع لهما. ما هو هذا القاطع؟ نعم، القاطع هو المستقيم AB. إذن ستكونان متقايستين طبقا لنفس الخاصية التي رأينا سابقا. أنا غادي نوضع عليهم علامة التقايس، الزاوية هذه مع الزاوية، هما زاويتان متبادلتان داخليا ومكونتان من متوازيين اللي هما دلتا وبسي والقاطع لهما اللي هو المستقيم AB. هذا طبقين. يلا نكتب ذلك لنبين أن قياس الزاوية EAC يساوي قياس الزاوية ACB. عندنا
EAC وACB زاويتان مكونتان من متوازيين وقاطع لهما إذن هما متقيستان والسبب لأنهما متبادلتان داخليا لأنهما متبادلتان داخليا طبيعة الحال حسب الخاصية إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فإنهما يحددان على كل قاطع لهما زاويتين متبادلتين داخليا متقيستين لنبين أن قياس زاوية FAB يساوي قياس زاوية ABC لدينا FAB و ABC زاويتان مكونتان أو محددتان من متوازيين وقاطع لهما إذن هما متقيستان هما متقيستان لأنهما متبادلتان داخليا ويمكن لنا نصيغ البرهان بطرق أخرى ماشي بضروري بنفس الطريقة التي أنجزت بها هذا البرهان المهم أن تستعمل الخاصية التي رأيت في الحصة الماضية إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فإنهما يحددان على كل قاطع لهما زاويتين متبادلتين داخليا متقيستين يلا نواصل الدرس خذ دفتر البحث يلا أرسم D1 وD2 مستقيمين متوازيين ودلتا يقطع D1 في نقطة M ويقطع D2 في نقطة N يلا أرسم الشكل يلا نشوفوا معا الشكل غادي نرسم المستقيم D1 ها هو ودي اثنان يوازي نختاروا واحد النقطة ثم نستعمل البركار بهذه الكيفية كأننا نريد أن ننشئ متوازي الأضلاع وهكذا حصلنا على النقطة التي سيمر منها المستقيم دي اثنان الموازي للدي واحد الآن ننشئ المستقيم دلتا الذي يقطع D1 في النقطة M ويقطع D2 في النقطة N هنا M وهنا النقطة N إذا شئت وهذا هو المستقيم دلتا الآن غادي نضيف بعض النقط في هذا الشكل لتسمية الزوايا نبدأ بهذه النقطة الأولى نسميها A ثم هذه النقطة غادي نسميها B وهذه غادي نسميها C ثم أنا غادي نعمل مثلا
او هنا غادي نعملو اف وهنا غادي نضعو مثلا نقطة اي. الان بامكاننا ان نسمي كل زاوية من زوايا هذا الشكل. يلا الان نشوفوا الزاويتين A M N، هي الزاوية A M N والزاوية M N E. A M N والزاوية M N E، ماذا قلنا عنهما سابقا؟ نعم، هما زاويتان متبادلتان داخليا. كيف ستكونان ما دام المستقيم دي واحد يوازي دي اثنان؟ نعم، ستكونان متقيستين. إذا غادي نضعو علامة التقيس، إذن هاد الزاوية هادي تقيس هذه الزاوية، وهما زاويتان متبادلتان داخليا ومكونتان من متوازيين اللي هما دي واحد ودي اثنان والقاطع لهما دلتا. يلا أعطيني حالة أخرى لزاويتين متبادلتين داخليا هنا في هذا الشكل. نعم، غادي ناخدو الزاوية سي ام ان مع الزاوية، نعم مع الزاوية ام ان او، وعيد الزاوية سي ام ان مع الزاوية ام ان او. واضح؟ إذن هما زاويتان متبادلتان داخليا، إذن كيف ستكونان؟ نعم، ستكونان متقيستان. لماذا؟ نعم، لأنهما محددتان بمتوازيين وقاطع لهما. واضح؟ يلا الآن انظر معي إلى هذه الزاويتين، الزاوية A M N أي هذه الزاوية وهذه الزاوية B M C، كيف هما؟ نعم، هما زاويتان متقابلتان بالرأس، الرأس هنا هو رأس M. أعيد، الزاويتان A M N و B M C زاويتان متقابلتان بالرأس M، إذن كيف ستكونان؟ صحيح، ستكونان متقيستان. إذن سنضع نفس علامة التقيس، هي بنفس اللون الأحمر. يلا نشوفوا الزاوية A M B، A M B مع الزاوية C M N، كيف هما؟ نعم، هما زاويتان متقابلتان بالرأس، إذن كيف ستكونان؟ صحيح، ستكونان متقيستان. كل زاويتين متقابلتين بالرأس هما زاويتان متقيستان. إذن غادي نضع نفس علامة التقيس، ها هي بلون أخضر. نواصل، انظر معي إلى الزاوية MNE، MNE مع الزاوية E N F، هذه الزاوية وهذه الزاوية، كيف هما؟ نعم، أيضا هما زاويتان متقابلتان بالرأس، إذن ستكونان متقيستان. إذن غادي نضع نفس علامة التقيس، هي بلون أحمر. ثم الزاوية M E N أو M N E، M N E هذه الزاوية، والزاوية E N F، E N F كيف هما؟ نعم، هما زاويتان متقابلتان بالرأس، إذن لهما نفس القياس. إذن سنضع نفس علامة التقيس هكذا، واضح؟
إذن هنا في هذا الشكل لدينا عدة حالات لزاويتين متقيستين. يلا الآن نستخرج من هذا الشكل زاويتين متبادلتين خارجيا. نعم، يمكن لنا أن نأخذ زاوية AMB مع ماذا؟ مع الزاوية ENF. انظر الزاوية AMB، هذه الزاوية مع هذه الزاوية، هما زاويتان متبادلتان خارجيا. انظر إلى قياس كل منهما، ماذا تلاحظ؟ فعلا هما زاويتان متقيستان. لاحظ نفس علامة التقيس اللي عندنا هنا، هي علامة التقيس اللي عندنا هنا. إذن هما زاويتان متقيستان. أعطني حالة أخرى لزاويتين متبادلتين خارجيا. نعم، كاين الزاوية BMC مع ماذا؟ نعم، مع الزاوية ENF. هاد الزاوية وهاد الزاوية هما زاويتان متبادلتان خارجيا. كيف تجدهما؟ نعم، نجدهما متقيستين. لاحظ علامة التقيس اللي عندنا هنا هي نفس علامة التقيس اللي عندنا. إذا ماذا يمكن أن نقول بصفة عامة؟ إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فإنهما يحددان على كل قاطع لهما زاويتين متبادلتين خارجيا. كيف هما؟ يلا أكتب الخاصية. إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فإنهما يحددان على كل قاطع لهما زاويتين متبادلتين خارجيا. ثم أتمم. صافي، توصلت الخاصية. يلا نعودها معا. إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فإنهما يحددان على كل قاطع لهما زاويتين متبادلتين خارجيا متقيستين. واضح؟ نواصل. نستخرج من هذا الشكل زاويتين متناظرتين. نبدأ لك أنا بالزاوية الأولى وأعطيني أنت الزاوية الثانية. مثلا الزاوية BMC، هذه الزاوية مع ماذا؟ نعم، مع الزاوية MNE. الزاويتان BMC و MNE زاويتان متناظرتان. كيف هما؟ صحيح، هما زاويتان متقيستان. أعطني مثال آخر لزاويتين متناظرتين هنا في هذا الشكل. نبدأ لك أنا بواحدة منهما، مثلا الزاوية AMB مع ماذا؟ الزاوية AMB مع الزاوية ENM. أي هذه الزاوية مع هذه الزاوية، هما زاويتان متناظرتان. كيف هما؟ نعم، هما متقيستان. لاحظ نفس علامة التقيس اللي عندنا بالخضر هي اللي عندنا. إذن أيضا هما زاويتان متقيستان. أعطيني مثال آخر لزاويتين متناظرتين هنا في هذا الشكل. يلا نبدأ لك بواحدة منهما، مثلا الزاوية AMN. AMN مع ماذا؟ نعم، مع الزاوية ENF. AMN مع الزاوية ENF، أي هذه الزاوية وهذه الزاوية هما زاويتان متناظرتان. كيف وجدتهما؟ نعم، متقيستان. لاحظ علامة التقيس اللي عندنا هنا بالأحمر هي نفس علامة التقيس اللي عندنا هنا باللون الأحمر. واضح؟ إذا ماذا يمكن نقول في الخاصية؟
يعني حاول أن تكتب هذه الخاصية بنفسك. إذا كان لدينا مستقيمان ثم واصل، فعلا إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فإنهما يحددان على كل قاطع لهما ماذا؟ نعم، زاويتين متناظرتين متقايستين. نعيد هذه الخاصية معا. إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فإنهما يحددان على كل قاطع لهما زاويتين متناظرتين متقايستين. نعيدها مرة ثالثة. إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فإنهما يحددان على كل قاطع لهما زاويتين متناظرتين متقايستين. تبقين؟ يلا نواصل عملنا حول هذا الشكل. الآن انظر معي إلى هذه الزاوية وهذه الزاوية، أعيد هذه الزاوية مع هذه. يلا، إذا جمعنا قياسيهما كم سنجد؟ إذا خدنا قياس هذه الزاوية هذه وزدنا عليه قياس هذه الزاوية هذه، وخا ما تنعرفوا حتى واحدة فيهم، كم سيكون مجموع قياسيهما؟ نعم، سيكون مجموع قياسيهما هو 180 درجة. تبقين؟ إذن هما زاويتان، كيف هما؟ أعطينا واحد الاسم في درس سابق. نعم، سميناهما زاويتان متكاملتان. أقصد الزاوية AMN والزاوية CMN، هما زاويتان متكاملتان. والسبب لماذا؟ لماذا سميناهما زاويتان متكاملتان؟ نعم، لأن مجموع قياسيهما هو 180 درجة. إذن خدينا الزاوية اللي رمزنا لها باللون الأخضر مع الزاوية التي رمزنا لها باللون الأحمر، يكون المجموع هو 180 درجة. إذن هذا اللون الأحمر اللي عندنا هنا هو نفس الرمز اللي عندنا، أليس كذلك؟ إذن كم مجموع قياسي هذه الزاويتين؟ أقصد الزاوية CMN والزاوية ENM، الزاوية مع هذه. فعلا سيكون قياسهما أيضا أو مجموع قياسيهما أيضا 180 درجة. إذن هما أيضا زاويتان متكاملتان، أليس كذلك؟ الزاويتان CMN وMNE متكاملتان. هذه الزاوية مع هذه سميناهما ماذا في الحصة الماضية؟ زاويتين، كيف هما؟ نعم، داخليتين من نفس الجهة، زاويتين داخليتين من نفس الجهة. ماذا قلنا عن مجموع قياسيهما؟ نعم، مجموع قياسيهما هو 180 درجة، أي أنهما متكاملتين. نشوف هذه الزاوية مع هذه، هما أيضا زاويتان داخليتان من نفس الجهة، كيف هما؟ نعم، هما أيضا زاويتان متكاملتان. ما دام اللون الأحمر أو قياس الزاوية الممثلة باللون الأحمر زائد قياس الزاوية الممثلة باللون الأخضر هو 180 درجة، إذن فهما زاويتان متكاملتان. يلا، ماذا سنقول في الخاصية؟ إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان ثم واصل، إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فإنهما يحددان على كل قاطع لهما زاويتين داخليتين من نفس الجهة، كيف هما؟ نعم، متكاملتين. نعيد هذه الخاصية معا. إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فإنهما يحددان على كل قاطع لهما زاويتين داخليتين من نفس الجهة متكاملتين، أي مجموع قياسيهما 180 درجة. واضح؟ يلا، هاجي نعود نكتشف خاصية أخرى. يلا، انظر إلى الزاويتين AMB و ENF. AMB
و او ان اف اي هذه الزاويه مع هذه الزاويه كم مجموع قياسيهما؟ فعلا مجموع قياسيهما هو 180 درجه. وماذا سميناهما في الحصه الماضيه؟ نعم سميناهما زاويتين خارجيتين من نفس الجهه، زاويتين خارجيتين من نفس الجهه AMB و ENF زاويتان خارجيتان من نفس الجهة. كيف هما؟ نعم هما زاويتان متكاملتان، أي مجموع قياسيهما 180 درجة. يلا نكتب الخاصية، ماذا سنقول؟ يلا بذلك إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فإنهما يحددان على كل قاطع لهما ماذا؟ نعم إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فإنهما يحددان على كل قاطع لهما زاويتين خارجيتين من نفس الجهة متكاملتين. يلا نكتب هذه المعلومات في دفتر الدروس. نتائج: نعتبر دي واحد ودي اثنان مستقيمين متوازيين، ودلتا مستقيم يقطع دي واحد في ام ويقطع دي اثنان في ان، ثم نرسم الشكل. الشكل هو اللي درسنا قبل لحظات، غادي نعاودو نرسموه في دفتر الدروس. هو هذا الشكل ديالنا، غضيف ليه النقط A و B و C ثم E و F و E، ثم تضع رموز التقيس بالطريقة التي تراها الآن. يلا مباشرة أسفل الشكل غادي نقولو مثلا الزاويتان A M B و E N F متبادلتان خارجيا ومتقيستان. الزاويتان A M B و E N F متبادلتان خارجيا ومتقايستان. الزاويتان BMC و MNE متناظرتان ومتقايستان. الزاويتان AMN و MNE داخليتان من نفس الجهة ومتكاملتان، أي مجموع قياسيهما 180 درجة، أي مجموع قياسيهما 180 درجة. الزاويتان BMC و ENF
خارجيتان من نفس الجهة، خارجيتان من نفس الجهة. ومتكاملتان. ثم نكتب هذه الخاصيات، نحاول جمعها في خاصية واحدة. خاصيات، إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فإنهما يحددان على كل قاطع لهما نقطة إلى السطر، ونتكلم على كل حالة، فإنهما يحددان على كل قاطع لهما زاويتين متبادلتين خارجيا متقيستين. هذه هي الخاصية الأولى. الخاصية الثانية، دائما إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فإنهما يحددان على كل قاطع لهما زاويتين متناظرتين متقيستين. ثم الخاصية الثالثة، إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فإنهما يحددان على كل قاطع لهما زاويتين داخليتين من نفس الجهة كيفهما متكاملتين. ثم الخاصية الأخيرة، إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فإنهما يحددان على كل قاطع لهما زاويتين خارجيتين من نفس الجهة كيفهما متكاملتين. وقد برهنا على جميع هذه الخاصيات شفويا اعتمادا على الشكل الهندسي الذي رسمناه، واعتمدنا كليا على الخاصية الأولى التي رأينا في الدرس، وهي إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فإنهما يحددان على كل قاطع لهما زاويتين متبادلتين داخليا متقيستين. هذه الخاصية اللي اعطتنا هذه الخصائص الأربعة التي تراها أمامك. الآن سننهي هذه الحصة بتمرين تطبيقي. نعتبر الشكل التالي، بحيث L1 يوازي L2 وقياس الزاوية ABE يساوي 42 درجة. نشوف الشكل. الشكل ديالنا هو هذا، قياس الزاوية ABE يساوي 42 درجة وL1 يوازي L2. أحسب قياس الزاوية EEG وقياس الزاوية BEE وأخيرا قياس الزاوية GEK. انتهت هذه الحصة من إعداد أستاذ عبدو، إعدادية الصفاء مراكش. إلى اللقاء.